رياضيا، وصلت بعثة والهلال السوداني اليوم الأربعاء إلى تونس تأهبا لموقعة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل ضمن المرحلة الثالثة من دوري مجموعات أبطال أفريقيا، بعد أن حطت رحالها بمنطقة جمرة السياحية القريبة من ملعب المباراة المحدد له راديس. وينتظر أن يخوض الفريق غدا الخميس تدريبا على أحد الملاعب الفرعية يعمل من خلالها المصري حمادة صدقي على تجهيز الفريق لمباراته المهمة أمام النجم الساحلي. يشار إلى أن الهلال السوداني سينازل النجم الساحلي السبت المقبل ضمن المرحلة الثالثة من دوري مجموعات أبطال أفريقيا.